السلام عليكم يا باشمهندسين. النهاردة هنتكلم عن الـ choke performance تكملة للـ production engineering one. تكلمنا عن احنا بنتكلم على الـ oil well performance، تكلمنا على الـ IPR، تكلمنا على الـ VLP، وجينا للـ choke performance. خلينا نرجع نفتكر اللي احنا قلناه قبل كده. عندنا الـ inflow performance وهو الـ flow through الـ reservoir، عندنا الـ outflow performance او الـ vertical lift performance بنتكلم على الـ pressure losses او الـ performance through الـ tubing، والنهاردة بنتكلم على الـ choke performance وهو الـ surface choke performance وتأثيرها على باقي السيستم كله. التلاتة مع بعض هما اللي بيقولوا لنا والله احنا البير ده بيتصرف او البرفورمانس بتاعه البريشر والريتس عاملة الشكل اللي احنا هنطلعه في الاخر. فنيجي نقول ايه هو الشوك. الشوك ده هو element مهم جدا علشان نبقى بنأكد ان احنا بننتج safely وما بنأثرش على الويل بتاعنا وبنكنترول البريشر والريت. خلينا نمشي step by step. احنا بنبروتكت السيرفيس فاسيليتيز اللي هي بعد الويل بور، يعني انا عندي هنا سيبريتور او كده، ممكن لو جه الويل هيد الضغط بتاعه زاد، الريسرفوار بنعمل ووتر فلودنج، وات ايفر، كنا قافلين البير فتحناه، ما ينفعش ان الويل هيد ده يعلى مره واحده يقوم داخل على السيبريتور، ممكن ايه يبهدل الدنيا او يخش على فلو لاين معين بيستحمل لحد بريشرز او وات ايفر التولز اللي موجوده تستحمل بريشر معين، ما ينفعش فجاه يخش عليها البريشر ده يأذيها او كده. فبنبروتكت السيرفيس فاسيليتيز. و الفكره كمان ان احنا عايزين نفكر في الشوك ده على ان هو برضو somehow كانه حنفيه بتخنق، حاجه بتخنق من الشوكينج، حاجه بتخنق على الانتاج عشان نكنترول البريشر. فبنقول it is essential in oil and gas natural flow wells علشان ايه؟ نكنترول البرودكشن ريت. انا عايز برودكشن ريت معين فبخنق على البير مثلا. prevent الووتر كونينج. ايه هو الووتر كونينج؟ لو انا عندي سبت البير كده مفتوح خالص والبير بسم الله ما شاء الله في مثلا ووتر درايف قويه جدا عماله تسبورت عندي، فانا مدي بقى يعني الويل هيد بريشر، انا فاتح على الاخر والدنيا كانها بقى اعتبرها 200 بي اس اي والبريشر تحت 5000 وشويه. فبيحصل ايه؟ طبقه الميه اللي تحت بتبدا ان هي عايزه تتحرك اسرع من الزيت، فبتعمل لك حاجه اسمها ووتر كونينج، بتلاقي شكل الميه عامل كده، بتلاقي الميه عامله كون من هنا ومن هنا، يعني الانتاج بيبقى الزيت هنا وانت عمال تطلع ميه، ليه؟ حركه الميه اسرع، فالميه تقوم داخله من هنا، وكل بقى الزيت اللي في الريزرفوار بعيد اراوند البرفوريشن انترفال مش عارف ننتجه، فبنضطر ان احنا نخنق على البير شويه او نقفله طبعا شويه لحد ما الدنيا تستابلايز، ونبدا ان احنا ننتج واحنا مخنقين على البير علشان ندي فرصه للزيت اللي هو الميه بتسبورت الزيت ده وبتزقه ان هي تخلي الزيت ده ينتج. ده الووتر كونينج. وعلشان اكنترول الويل هيد بريشر وكمان البوتوم هول فلوينج بريشر والريسرفوار كريسرفوار بريشر مانجمنت، يعني دي بوينت بيقول ان كسيفتي اليمنت يعني او سيفتي ايتم سم تشوكس بتتحط داون هول في الاوف شور يعني علشان ما يدمرش الكريسماس تري او يحصل اويل سبيلز في البحر او كده. فبنقول زي ما قلنا ان التشوك بيرفورمانس مع الاي بي ار والفي ال بي is determining the total flowing well performance. الـ performance بتاع الـ producing wells بنقدر ان احنا نعرف عنها اكتر ونتنبأ بالـ performance بتاعها اكتر بالتلات حاجات: choke performance, IPR و VLP. احنا كنا شرحنا ده قبل كده وهي الـ pressure losses، فاحنا النهارده بنتكلم ان في pressure losses through الـ choke. ده شكل التشوك. الفلو بيبقى ماشي من هنا وجاي من هنا،
بنتكلم ان احنا عندنا نوعين. احنا الفكرة كلها ان انت بتخنق المسار بتاع الفلو، يعني انت بتخنق على الفلو تيوب ثرو التشوك، فبتتحكم في الحاجة اللي انت عايزها. عندنا فيكس تشوك، يعني هي معروف ان انت بتحط حاجة كده جوه بتخنق على البير بمقدار معين، هنفهمه دلوقتي اللي هي قدامنا كده، او ادجستابل ايه تشوك. الادجستابل تشوك ده اعتبرها كأنها حنفية، حضرتك بيبقى عندك وانت شايف كده فوق وانت عمال بتلف الحنفية دي او التشوك دي، بتشوف انت كده قافل بنسبة كام او مخنق بنسبة كام. والادجستابل طبعا تبدأ ان انت تلف الحد اللي انت عايزه بتكنترول فلو بالطريقة اللي انت عايزها في الوقت اللي انت عايزه. طبعا كل واحد ليه مميزاته وعيوبه، لكن احنا مش عايزين نجو ثرو التفاصيل دي، لكن نبقى عارفين ان في حاجات بتكون فيكسد تشوك وحاجات بتكون ادجستابل تشوك. هنا بقى بنتكلم في شوية التكنيكاليتيز بتاعت التشوك بيرفورمانس. بس بنقول it is a standard oil practice to choose the surface choke in such a way that any small variation في downstream pressure مش هيأثر لي على الflowing well head pressure. يعني ما يجيش اي حاجة تحصل بعد التشوك تأثر لي على البرفورمانس بتاع الايه الود ولا الويل ولا باك بريشر ولا اي حاجه تقتل لي البير. وهنا الثيوري بيهايند التشوكينج ان الفلويد فلو ثرو التشوك تكون سرعته اكبر من سرعه الايه الصوت. وده بنقدر نحققه ان يكون التيوبنج هيد فلوينج بريشر ضعف الفلو لاين بريشر. تمام، دي طبعا نقول الثامس وهكذا، ودي التكنيكاليتيز. وثرو البرزنتيشن هتلاقي شرح، وفي نند هتلاقي شرح، ولكن خلينا نخش في المهم بالنسبة لنا وهو التشوك بيرفورمانس. عندنا طبعا يعني الامبيريكال فورمولاز، عندنا كذا فورمولا كلهم بيصبوا في نفس الحاجة. عندنا النايف ايج تشوك بنحسبها ازاي؟ ادي التيوبنج هيد بريشر بيساوي كونستانت مضروب في البروديوسنج جاز ليكويد ريشيو نص نص على ترم اسمه الاس وهو التشوك سايز مضروبه في الريت طبعا الجروس ووتر واويل. والايكويشن دي بقى بتتظبط، يعني عايز تحسب الكيو من الباقي، عايز تحسب الار من الباقي، عايز تحسب الاس من الباقي. خلينا نثبت الكونسبت ده ثرو اوت السيشن. فاحنا بنقول ايه هو بقى حاجة مهمة جدا الاس او التشوك سايز، ايه هو؟ هو 1/64 من الانش. يعني ايه؟ يعني لو انا بقول ان التشوك دي مفتوحة بانش، يبقى دي معناها ان هي الاس دي باربعة وستين، يعني الاس باربعة وستين على اربعة وستين فهي مفتوحة انش. طب الفولي اوبن دي بتكون 2 انش، يعني الاس دي ب 128، دي معروفه في الاندستري، يقول لك احنا فاتحين التشوك 128 يعني فول اوبن يعني 2 انش. حلو الكلام. مفتوحه 64 يعني 1 انش، مفتوحه 16 يعني ربع انش، مفتوحه 32 يعني نص انش. طيب نسهل على نفسنا ازاي، عايزين نعرف الاس، الاس دي هنضربها في ال 64 نشوف بقى القصه بتاعت الاس دي تكون كام، هنشوف دلوقتي في الامثله. والسي ده كونستانت بيكون بالنسبه لليونتس دي، نركز قوي في الجاز ليكويد ريشيو، هي 1000 ام كيوبيك فيت بير بارل. تمام كده كجاز ليكويد ريشيو. وفي النايف ايج تشوك ده بنحط كسيستم يونتس الكونستانت ده ب 600، هنشوف في الامثله. المحاضرة لذيذة او السيشن لذيذة وسهلة، فعايزين بس نركز في الكونسبت بتاع السوليوشن او ازاي بنعرف التشوك بيرفورمانس، وهنفهم الكونسبت بتاعها مع الامثلة. الجيلبرت برضه في ليه امبيريكال فورمولا، والقصة كلها ان الكونستانت بتاعه 435 والاسس بتاعة الايكويشن متغيرة، دي كانت تو ذا باور نص والتانية تو ذا باور 2، فمش هتفرق كتير، ولكن احنا عارفين ان في جيلبرت وعندنا النايف ايج تشوك. طيب الايكويشنز لذيذة قصة. وبرضو جيلبرت ليه حاجة اسمها المونوجرام، وده هو جرافيكال كورليشن، مش هتفرق كتير عن القصة اللي انت شايفها دي بدل الامبيريكال فورمولا. طب بنستخدم الجراف ازاي؟ نركز بقى قوي، الجراف ده معمول ليه
يعني الجراف ده معمول للعشرة على 64. احنا بنتكلم اللي هي الاس بعشرة دلوقتي، تمام؟ الاس اللي هو التشوك، اللي التشوك سايز ابو عشرة. حلو الكلام. فبنقول ايه؟ بنقول ازاي بنستخدم الجراف ده. عندنا مثلا تيوبنج هيد بريشر وعايزين نعرف كده انا هنتج بريت قد ايه، او عايز انتج بريت معين فعايز اعرف انا هخنق بقد ايه علشان اجيب تيوبنج هيد بريشر معين. ايه اللي بيحصل؟ هنأسيوم ان احنا مثلا عندنا 30 الاس التشوك سايز، عايزين نخنق بالرقم اللي هو 30 على 64 اللي هو 30، الاس ب 30. نعمل ايه؟ وهنشوف المفروض واتيفر العمليه المفروض بتكون عكسيه، بس احنا عندنا مثلا خلينا نبدا بريد، بس دلوقتي بنتكلم ان احنا عندنا تيوبنج هيد بريشر عايزين نعرف هننتج على قد ايه. كل اللي بنعمله ان احنا عندنا بيكون لازم اكون عارف الجاز ليكويد ريشيو بتاعتي قد ايه تقريبا، وان انا هخنق وهخلي الويل هيد بريشر مثلا ب 150. ببدا انا امشي بال 150 كده لحد ما اوصل لللاين اللي هو ال 30، واقوم جاي طالع فيرتيكال على اللاين اللي هو 10، واقوم جاي راجع تاني هوريزونتال، اخبط في الجاز ليكويد ريشيو ولا هنقول مثلا ان هي ب2، وهنا اقوم جاي ايه 2 ام كيوبيك فيت بالبارل، واقوم جاي هنا بقى طالع فيرتيكال تاني اشوف البرودكشن ريت اللي هو عندي هيطلع ب 100 بارل بير داي. العكس لو انا عندي برودكشن ريت ان انا عارف ان انا 300 وعندي 0.1 ام كيوبيك فيت بير بارل جاز ليكويد ريشيو، ومنازل فيرتيكال اخبط في اللاين بتاعها، بقراها منين؟ بقراها من هنا، بقراها من هنا، ده الجاز ليكويد ريشيو. نركز قوي، خبطت في اللاين ادي ب 300، نزلت خبطت في اللاين بتاعها، اخش هوريزونتال على طول على العشرة، اخش على اللاين اللي هو الايه البولد قوي ده، بخش على الثيك لاين اللي هو ب10 تشوك سايز، واشوف التشوك سايز اللي عندي بكام. تشوك سايز عندك ب16 مفتوح ربع، يعني 16 على 64 للاس ب16، انزل هنا اخبط في ال16 اقوم داخل هوريزونتال، يبقى انا ساعتها عندي تقريبا التيوبنج هيد بريشر ب 250. دي طريقه المونوجرام اللي هو جرافيكال كورليشن بتاعه التشوك بيرفورمانس. تمام كده، تمام جدا. كل اللي جاي بقى هو لعب في الايكويشن، ولكن احنا كلنا نعرف ان احنا خلاص معانا الايكويشن العاديه اللي هي دي بتاعت جيلبرت او بتاعه النايف ايج تشوك دي. من هنا نقدر نشوف احنا نقدر نجيب الاس من باقي الفاريبلز والعكس في جيلبرت. فهنا بنقول ايه بقى؟ هنبدا نبص شويه على الديبندنسيز. يعني بنقول ان اي سمول تشينج في التشوكينج بص هيأثر ازاي على الجاز ليكويد ريشيو تو ذا باور 4. فالشوك بيأثر قوي على البرفورمانس او الانتاج بتاع الويل، فاي تغيير فيه بسيط بيتضرب بيبقى اس 4 للتغير في الجاز ليكويد ريشيو بالنسبه للشوك سايز والبرودكشن ريت. نفس الكلام بيتضرب في نفسه تاني او to the power 2، فأي small change بيعمل لنا variation في الflow rate production. فاحنا بنقول برضو ان في طريقة لينا احنا بقى في حياتنا عشان نشوف الشوك ده بيبرفورم كويس ولا لا، ونشوفه بالامبيريكال والمعروف عليه في الصناعة عندنا، ان احنا من فترة لفترة كده نشوف احنا بننتج ببرودكشن ريت قد ايه، وجاز ليكويد ريشيو قد ايه، وتيوبنج هيد بريشر قد ايه، ونقعد نعوض في الكلام ده مع التشوك سايز اللي عندنا، ونشوف هيطلع لنا ال 435 دي ولا لا، او يطلع لنا ال 600 اللي بنتكلم عليها اللي هي الكونستانت ده ولا لا. وعلى الاساس ده بنبدا نقول ايه بقى؟ if there is a change in the values، لو لقينا القيم متغيره for the two equations replace the choke as it is not performing well. فهنا بالإكويشنز الإمباريكال دي أقدر أعرف الشوك عندي بيتصرف كويس ولا لأ. هنشوف شوية examples، الإكزامبلز اللذيذة وسهلة نبص عليها ونركز في الكونسبت. بيقول لك إن هنا يعني في المحاضرة بنقول لو إحنا ما قلناش فإحنا بنستخدم جيلبرت فورمولا والمونوجرام كجرافيكال ريبريزنتيشن يعني للكورليشن. بنقول ان احنا عندنا بير بينتج
100 برميل في اليوم كجروس، الجاز ليكويد ريشيو 700 كيوبيك فيت بير بارل، ومتخنق ربع انش. يعني ايه بقى ربع؟ انت بقى لما تشوف ربع انش دي اضربها في 64 على طول. انت كأنك بتقول 64 على 64، فبتضرب الرقم ده في ال 64 على 64. ربع ال 64 هم 16، يعني الاس ب 16. الربع انش دي يعني الاس ب 16. Calculate tubing head pressure from the monogram والA الفورمولا. الموضوع بسيط، هنبص عليه بسهولة. احنا بنقول ان احنا عندنا ايه الجيفنز، ان احنا بننتج البير ده بينتج على 100 برميل، والجاز ليكويد ريشيو طبعا عارف ان انا اقدر اقيسها اللي هو 700 برميل، والبين سايز بتاعنا ان احنا مخنقين بربع انش، يعني الاس بكام؟ الاس هنضرب في 64، الاس ب 16. حلو الكلام. نعمل ايه؟ نخش بالمية، نقف على الخط اللي هو بين الـ 0.6 والـ 0.7. ليه؟ احنا النهاردة بتقول لي نركز 700 فيت كيوب بربارل، لا احنا عايزينها ام، يبقى نقسم على 1000 يبقى 0.7، ما نغلطش الغلطة دي، يبقى خش بمية. ما عنديش خط الـ 0.7، يبقى بين الـ 0.6 والـ 0.8. اقوم انا افكر او ان انا اتخيل الخط اللي بينهم بالظبط، انزل بالمية، اقف على الخط اللي انا شايفه ده، واقوم جاي عامل ايه؟ اخش هوريزونتال. اخش هوريزونتال، انزل فين؟ اوعى نغلط دي. بنروح نقرا على العشرة، التشوك اللي هو العشرة، الكورليشن معمولة للعشرة، ومنها ابدا ان انا اروح لللاين اللي انا عايزه اللي هو بربع، اللي هو ب 16 اس، الاس ب 16. اجي اقوم جاي داخل اقرا ايه؟ اقرا التيوبنج هيد بريشر اللي هي تقريبا ب 190. فمن هنا يبقى التيوبنج هيد بريشر ب 190. طبعا لو احنا مثلا عند الابار بتاعتنا، نطبق الفورمولا دي ونبدا نبص على الجيج اللي محطوط على الويل هيد بيقرا كام، ففي الغالب هنبقى عينينا مش قادره تقرا بالظبط الرقم، ولكن المؤشر هيبقى الراوند ال 200، يعني التيوبنج هيد بريشر ب 190. من الثيوريتيكال فورمولا بقى هنعوض عادي دي ان هي النايف ايج 600 مضروبه في برضو ال 0.7% في الربع في ال 64 اللي هي ال 16 اللي قلنا عليها تو ذا بار 2، يطلع بالابسوليوت بريشر 196. نشيل ال 14 بي اس اي او ال 15 بي اس اي عشان نحوله لجيج، هي 14.7، يبقى ب 181 كجيج. بس طبعا مش هي دي جيلبرت فورمولا. الجيلبرت فورمولا احنا عارفينها، مش هتفرق كتير، هتبقى هي دي اللي هي 435، تطلع الرقم ال 190 ده قريب من الجرافيكال ريبريزنتيشن بالظبط، وتطلع بالجيج. تمام جدا كده. نخلي بقى بالنا من حاجه اللي هي ايه؟ نخلي بالنا من اليونتس. لما بتيجي تستخدم النايف ايج دي، اليونت بتاعه البريشر بتكون ابسوليوت، ولكن جيلبرت عشان بنتكلم في امبيريكال وان احنا اصلا بنتعامل مع قراءات جيج، فبنستخدم الجيج. طبعا الفرق بينهم ان احنا لو عايزين نجيب الابسوليوت من الجيج بنجمع 14.7. بس كده، ده المثال الاول، ومنه حاجة بسيطة جدا ان احنا يا دوبك بس بنتعلم ازاي نستخدم الشارت والإكويشن. الموضوع ده ما اعتقدش ان هو فيه اي كلام. نبدأ نشوف الامباكت بتاع ده علينا. بنقول ايه؟ A well is producing through a quarter inch choke at 100 barrel per day with a tubing head pressure of 150 psi. What is the gas liquid ratio as calculated from Gilbert's monogram and equation؟ المرة دي هو عايز الجاز ليكويد ريشيو. هنعمل ايه؟ الموضوع بسيط جدا خالص، ان احنا ما عندناش اللاين بتاع الجاز ليكويد ريشيو، هنخليه هو فانكشن. هنعمل ايه؟ والله انا عندي ان انا التيوبنج بريشر 150، حلو، وقلنا التشوك سايز كام؟ ربع، يعني احنا بنتكلم ان الاس ب 16، الاس مكتوبه هنا ب 16، فين؟ مش مكتوب عندنا 15 و 17، يبقى لاين بينهم اللي هو ب 16. وعندي ايه تاني؟ وعندي ان بنتج على 100 بارل وبس، على كده ما عنديش اي حاجه تاني. سهله جدا، اخش بال 150 بي اس اي جيج اللي هم عندي،
150 بي اس اي، اقطع في خط الستاشر، اطلع على خط العشرة، ما ننساش خط العشرة هو اللي احنا بنطلع له فيرتيكال، واقوم جاي راسم خط هوريزونتال. وانا بقول ان انا ببروديوس عند كام؟ ببروديوس عند 100 بارل بير داي. يبقى انا ال 100 بارل انزل بفيرتيكال لاين، اقرا الجاز ليكويد ريشيو عندي طالعه بقد ايه، هتطلع بال 0.4 ام كيوبيك فيت بير بارل، ما ننساش اليونت 1000 كيوبيك فيت بير بارل. فهنا احنا ال 0.4 دي هي اللي احنا جبناها بالجرافيكال ريبريزنتيشن، بالايكويشن هنعوض عادي جدا. شوف هنا معوضين، ده من المونوجرام بالايكويشن، الموضوع سهل خالص. الار بنجيبها ازاي؟ بنعوض في الايكويشن، عندنا الاس اهو، الاس ب 16 ما ننساش اليونت، 435 الكيوب 100، الباور هنعملها على الكالكوليتر، يطلع ال 0.4 طبعا عندنا ادق من الايكويشن او الامبريكال فورمولا يعني. طيب هو بقى بيقول لك في الاكزامبل what would be the calculated gas liquid ratio if all other things being equal the choke size were 17/64 inch. يعني بنقول ان احنا غيرنا الاس وباقي الحاجات ثابته، الجاز ليكويد ريشيو هتتغير. بص هتتغير من كام لكام؟ من 456 كيوبيك فيت بير بارل تعويضه مباشره ما فيهاش اي حاجه ل 560، يعني فرق معانا في 100 كيوبيك فيت لبس تخنيقه. نفهم بقى الغرض من الاكزامبل، احنا خنقنا من 16 ل 17، ده كلام هايف ما بيتشافش في الفيلد. يعني ما تقولش انا اصلا مخنق ب 16 ل 17، لا يا عم ده حد معدي خبط التشوك. انت متخيل يعني من 16 ل 17 دي ما تتشافش؟ تخيل ده غير الجاز ليكويد ريشيو اكوردنج للثيوريز. احنا بنتكلم ثيوريتيكال ولكن كل ده ليه امباكت على الفيلد. يبقى نطلع من الاكزامبل ده بايه؟ نطلع بان انا مخنق بربع انش وماشي والدنيا سموث، بس الناس اللي واقفه على البير ولا الويل رايدر اللي رايح ياخد ريدنجز ولا واتيفر، الباشا من غير قصده خبط اللي تشوك خبطه. بص اثر على البرفورمانس بتاع الويل ازاي. يبقى ده الامباكت بتاع التشينج بتاع التشوك سايز على الجاز ليكويد ريشيو لو فرضنا ان احنا فضلنا بننتج على 100 كيوبيك فيت بير بارل، 100 كيوبيك فيت كبتاع ده كاويل ريت. فهنا بنقول only a small ده الريزلت اللي احنا بنقول to the fourth power of the pin size. يعني لو فرضنا ان احنا لسه بننتج على 100 بارل بير دي، ولكن ملاحظة زي دي مهم جدا ان احنا ناخد بالنا منها. المثال الثالث وهو مثال احنا المفروض حافظينه، المفروض ان احنا حليناه assignment. بنقول example 4-4 في الشابتر اللي فات، يعني ان احنا عندنا well بينتج من pay zone الانترفال بتاعتها من 5000 ل 5200 قدم، وي كومبليتد ب 2.78 انش تيوبنج، بس التيوبنج محطوط عند ال 5000، اذا انا بتعامل مع well depth 5000. The well has static bottom hole pressure، البي ستاتيك او ريزرفوار بريشر 2000، احنا بنعيد المساله اللي احنا عارفينها. البرودكتيفيتي اندكس ب 0.3 تمام جدا، وبروديوسز وذ جاز اويل ريشيو 300 كيوبيك سكاف بير بارل. احنا لازم نعرف ان احنا الجاز اويل ريشيو مش اللي بنتعامل معاها، احنا بنتعامل مع جاز تو ليكويد ريشيو. انت بتطلع كام جاز قدام الليكويد اللي موجودين عندك في الويل بور. والووتر كات بيقول 10%، يعني دي غلطه علشان يغلطها لنا في المساله ويعرف ان احنا فاهمين ان احنا مش هنتعامل مع ال 300، احنا هنتعامل مع الجاز ليكويد ريشيو. دي اول حاجه ناخد بالنا منها من كلمه جاز اويل ريشيو، احنا عايزين جاز ايه؟ ليكويد ريشيو. فرضا مفيش ووتر خلاص، يبقى جاز اويل ريشيو هي الجاز ليكويد ريشيو، بس احنا هنا عندنا ميه نسبتها 10%، فاحنا بنتعامل مع الجروس كله. طيب بيقول at what rate will the well flow with a tubing head pressure meet psi. لا دي مساله ملهاش دعوه خالص بالchoke performance،
احنا بنتكلم ان احنا عندنا تيوبينج هيد بريشر 100، والمساله العاديه اللي احنا حليناها بميثود 1 وميثود 2. بعد كده بيقول لك الانتاج اللي ماشي ب 100 بي اس اي ده معناه ان احنا عندنا تشوك مخنقين بقد ايه، الاس بكام، يعني التشوك سايز بقد ايه. طالما بننتج على 100 بالبرودكشن ريت اللي هو اللي انت بتقول عليه اللي انت هتجيبه من المثال عادي، وعندك بقى الريزرفوار بريشر والتيوبينج هيد بريشر وهكذا. خلي بالك يعني الموضوع ان انت تفهم قد ايه هو مهم. انت النهارده المثال ده مدي لك ايه؟ مدي لك بس ان انت اري جيج على السيرفس بتيوبينج هيد بريشر 100 بي اس اي. يعني انت رحت كده بصيت ده الويل هيد ده 100 بي اس اي، وانت عارف ان الريزرفوار بريشر 2000، وطبعا انت اللي حافر البير فعارف انت مستخدم مواسير عامله ازاي وموقفه عند دبس قد ايه، وانت طبعا البرودكتيفيتي اندكس بتاعه الويل المفروض عارفها، ومن البرودكشن تيست عارف ان الجاز ليكويد ريشيو في المنطقه دي تقريبا كده 300. متخيل بالشويه الحاجات البسيطه دي هتبدا بقى تعرف كل المعلومات عن الويل بيرفورمانس، وهي دي البرودكشن انجينيرنج. وكمان بنبدا نريكومند، لا والله خنق، افتح على البير شويه، ده البير فيه بوتنشال ممكن نطلعه وهكذا. طيب بنقول بقى اول حاجه المثال اللي احنا يا دوبك هنراجع مش اكتر، هنجيب الجاز ليكويد ريشيو من الجاز اويل ريشيو والووتر كات، والقصه دي سهله وعارفينها، هيبقى ب 0.27 عندنا الجيفنز اللي احنا قلنا عليها. هنخش بقى نجيب اول مطلوب وهو البرودكشن ريت، عندنا ال two methods method 1 وميثود 2. انا مش عارف انا هنا جايب جيلبرت ولا لا، ولكن احنا فاكرين جيلبرت والمفروض عارفين بنستخدم جيلبرت ازاي. خلينا نسيب دي كده تتجاب. الاي بي ار بنرسمه ازاي؟ طبعا الاستاتيك بوينت لما نكون قافلين البير، فيبقى البريشر داون هول هو الريزرفوار بريشر ال 2000 بي اس اي. طيب النقطة اللي هي الابسوليوت اوبن فلو اللي هي مستحيل تحصل، ان انا لو عندي ال بي دبليو اف بزيرو اذا ال كيو هتبقى بتساوي ال جي في ال بي ستاتيك، يعني ال 0.3 مضروبة في ال 2000 يعني ب 600. اضرب الخط بتاعك، ادي الثيوريتيكال او الايديال اي بي ار. نرسم ال VLP. ال VLP ليه method 1 و method 2. method 1 لما اكون مهتم بال PWF او سهل ان انا اجيبها، method 2 لما اكون برضو هكنترول بال tubing head pressure، ودي في غالب هنستخدمها كتير قوي هنا في التشوك performance لاني بتعامل مع tubing head pressure. بس كنا قلنا انهي accurate اكتر وانهي فيها points اكتر، القصة بتاعت ايه method 1 ال PWF. طيب هنعمل ازاي ميثود 1؟ كل ده مراجعة. انت عندك الجدول بتاع جيلبرت، جيلبرت عندنا ل 50 فلوريت، ل 100 200 400 600. عندنا ان هو قال لنا ان التيوبنج هيب بريشر ب 100. اخش في كل جدول اقرا من ال 100، انزل اخبط في الجاز ليكويد ريشيو، اقرا ايكويفالنت ديبث، قريت ايكويفالنت ديبث اجمع عليها الويل ديبث اللي هو ال 5000، انزل ال 5000 مثلا، واتيفر كنا قرينا 2000 مثلا فنزلنا ل 2.57، خلينا نجيب ارقام مهمه، وصلت ل 10 10 ترجع تاني على الجاز ليكويد ريشيو، يطلع تقرا البي دبليو اف، يبقى جبت الايكويفالنت ديبث للبي دبليو اف، ورحت جاي قاري البريشر بتاعها. هتعمل الكلام ده لل 50 ولل 100 ولل 200 وال 400 وال 600، وتعمل التيبل بتاعك وترسم ال VLP بتاعك. او ميثود 2 اللي عندنا واللي هي بنعمل ايه؟ افتكر كده، ميثود 2 بنستخدم فيها ال IPR عشان ما تتلخبطش. ميثود 2 بنستخدم في ال VLP او الرسمه بتاعت تيوبنج بريشر ال IPR. بنعمل ايه؟ بنحسب ال ان عندي هستخدم بقى الاي بي ار عادي، عندي الايكويشن بتاعت الاي بي ار، هي مش مش عارف هي هتيجي السلايد الجايه، ان انا بعوض ب 50، ال 50 دي مع الريزرفوار بريشر، يبقى انا عندي الريت وعندي البريشر، ادي معادله الاي بي ار، عندي الريت اللي هو ب 50 وعندي البريشر ابو 2000 وعندي البرودكتيفيتي اندكس، روح يا ابني شوف لي البي دبليو اف بكام،
وعند كل ريت من دول اشوف الـ PWF بكام، اروح اجيب لها بقى عملية عكسية معايا الـ PWF، انزل اخبط في الجاز ليكويد ريشيو اللي انا عارفها، اخبط في equivalent depth، اطرح الـ 5000، اطلع اقرأ الـ ايه الـ tubing head pressure. فدي ميثود 2. بدأتها ازاي؟ بدأتها من الـ PWF، يعني استخدمت الـ IPR علشان ما نتلخبطش بين ميثود 1 وميثود 2. طبعا ميثود 2 قلنا عيبها ان انت ساعات بتيجي تقطع هنا، مثلا هتقطع في 4000 من الـ PWF، تقطع في 4000 هتقطع منهم 5000، فانت مش هتعرف ايه هو البير ميت من الاخر، يعني البير ده عمره ما يجيب ريت عند البريشر اللي في الـ PWF دي. فبالتالي بيظهر لك ايه؟ بيظهر لك النقطة بتاعت مثلا 50 ونقطة 100 ونقطة 200 وهكذا. طيب يبقى هنعمل ميثود 1 وميثود 2 والاثنين هيدونا ريلاتيفلي نفس ال production rate اللي هو هيبقى تقريبا ب 270. تمام جدا كده؟ تمام جدا. يبقى احنا قطعنا عند 300 واحنا عارفين بقى ان هي 10% ووتر وهكذا، والموضوع ده كله حليناه المرة اللي فاتت، والمفروض نكون هي مسألة طبعا كبيرة مش سهلة، ولكن بنكون فهمناها وعرفنا ميثود 1 وميثود 2 والفرق بينهم وهكذا. طيب احنا بقى بنقول ايه المطلوب التاني؟ ان هو عايز البين سايز او الاس، او انت مخنق بقد ايه؟ ايه اللي معانا؟ الاكويشن قدامنا، هو معانا الجاز ليكويد ريشيو، عرفنا ان احنا بننتج 300 برميل، وعرفنا ال تيوبنج بريشر اللي هو ب 100. عوض يا باشا في الايكويشن، طلع التشوك سايز اللي هو هيطلع في الاخر بالتعويض 30.4، وبنايف ايدج ايكويشن 30.5، قول 32 يعني نص انش، بس هنقول ان هي 30.5 كقيمه للاس. تمام كده 30.5 ادي المطلوب الثاني. ايه بقى المطلوب الثالث؟ What would be the production rate on a quarter inch beam؟ يعني لو انا مخنق بربع ب 16 ايه اللي هيحصل؟ الموضوع بسيط خالص، ده كل اللي احنا عملناه. طبعا هنا في الموديل انسر هتشوف بقى يعني الحل بتاع ميثود 1 قدامنا، دي ميثود 2 اهي، ميثود 2 معمولة قدامنا تاني بنراجع عليها اهو. الجاز ليكويد ريشيو عندنا، بنخش من الاي بي ار بنجيب البي دبليو اف او بي دبليو اف من الاي بي ار، ايكويفالنت ديبث ليها كذا، طرحنا 5000 طلع لنا ديبث كذا، طلعنا قرينا الاي تيوبنج هيد بريشر رسمناه، قطعنا بال100 بي اس اي اللي هم تيوبنج هيد بريشر في رقم، هنا يطلع 300 بارل طبعا جروس. طب بنتكلم على الربع، في بقى حاجه مهمه جدا هنا نركز فيها، وهي ايه؟ وهي ان احنا الايكويشن بتاعه التشوك دي هي مش هي كونستنت، مضروب في شويه كونستنتس بير كيس، مضروبه في البرودكشن ريت. يعني انا بير كيس عندي ستريت لاين بيقطع في 0 0، لما كيوب 0 تبقى لو البي دبليو اف ب 0 تبقى كيوب 0، فاطلع من الزيرو واخبط في نقطه، النقطه دي بقى افرضها اخبط كيوب 600 يطلع لك الايه تيوبنج هيد بريشر، تقوم راسم اللاين بتاع التشوك بيرفورمانس. اللاين ده بقى بيقرا ايه؟ نركز بقى قوي، الفيرتيكال لاين ده بريشرات، بس انا عارف كويس قوي ان ده البي دبليو اف، وعارف بقى كويس قوي ان ده التيوبنج هيد بريشر، وعارف ان ده هو برضو تيوبنج هيد بريشر فيرسز ريت على التشوك بيرفورمانس. فقطعه اللاين بتاع التشوك مع الفي ال بي هي دي البرودكشن ريت اللي في الكيس دي. حلو، هنشرح اكتر قدام. فبنتكلم ان احنا علشان نحل المثال ده احنا عندنا الاس، عندنا الجاز ليكويد ريشيو، ما عندناش الكيو، فطلعنا التيوبنج هيد بريشر فانكشن في الكيو، فرضت الكيوب 600 يطلع لك التيوبنج هيد بريشر 600 وشويه، تقوم جاي راسم اللاين ده اللي هو عند ال 600 يقطع هنا، اللاين ده قطع التيوبنج هيد بريشر في 210 ريت وفي 235 تيوبنج هيد بريشر، وتبقى هي دي الريزلتس بتاعت الفلو ريت والتيوبنج هيد بريشر. الموضوع سهل صح؟ بس انا عايز اقول نقطه مهمه جدا، تغييرنا ونركز بقى، يعني انت لو فاهم لحد كده ومش عاوز تدوش دماغك ما تدوش دماغك، بس مهم انك تعرف الكلام ده.
تغييرنا للتشوك سايز وقطعنا لل تيوبنج هيد بريشر وات ايفر معناها ان احنا عند تيوبنج هيد بريشر تاني. اذن ال VLP اللي احنا رسمينه هنا ده لما كان التيوبنج هيد بريشر ب 100 فالقطع ده ملوش ده يعني الكيو دي مش هي دي الريبريزنتيف صح، ولكن التيوبنج هيد بريشر اللي انت هتعطاها ب 235 روح حل جيربرت تاني من اول وجديد بالميثود 1 هيطلع لك VLP whatever شكله عامل ازاي هيقطع لك في نفس البرودكشن ريت. فهمنا كده؟ يبقى احنا لما احنا كان عندنا مثلا الفتحة كانت واحد انش كان ده شكل التشوك، عمالين نقللها ربع انش بقى ده شكل التشوك والريت قل، تقعد تخنق تلاقي الفيرتيكال لاين ده عمال يتحرك كده 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 لحد ما تقفل البير حلو، والVLP بيتغير معاك. مهم قوي ان احنا نركز في الكلام ده كفهم، لكن ما ندوش دماغنا بيه واحنا بنحل الأمثلة، ولكن مهم قوي نبقى فاهمين. يبقى ببساطة خالص على الرسمة اللي قدامنا دي ونحاول نركز، ودي أهم نقطة في كل السيشن. فهمتها الموضوع انتهى، تمام لذيذة، فهمتها الموضوع انتهى. الـ IPR قدامنا هو ده function في ايه؟ ده الانفلو بيرفورمانس في حاجات الريزرفوار. والله عندي شويه ديرت اراوند الريزرفوار بنسميهم سكن، لما يتغيروا السلوب بتاعه يتغير، البرميابيليتي بتاعته حلوه، الريزرفوار بريشر بتاعه 2000 نزل ل 1250 فالاي بي ار اتغير بقى هنا وهكذا. خلاص فهمنا دي. طب الفي ال بي ده البرفورمانس بتاع الويل بور من البوتوم هول فلوينج بريشر لحد فوق. انا عايز بس ابقي على الرسمه دي من البوتوم هول فلوينج بريشر لحد ايه لحد فوق، بيكون هو ده الريبريزنتيشن بتاعته اللي هو يا ده، وده بميثود 1 يعني انا راسم البي دبليو اف، وليه طريقه تانية ان انا برسم التيوبنج هيب بريشر، بس البي دبليو اف اللي مرسوم ده عند نفس التيوبنج هيب بريشر. يعني اللي قدامنا ده مرسوم ان انا عندي، انا عارف ان انا عندي تيوبنج هيب بريشر ب 100 بي اس اي. كل اللي حاسس ان ده هيأثر على فهمه لحل المسائل ما يركزش في كل اللي انا بقوله ده، مش هيفرق معاك، ولكن هو هيخليك انسان فاهم شويه البرودكشن انجينيرنج والكيرف بتاع الاي بي ار والفي ال بي والتشوك بيرفورمانس. يبقى خلاص قصه الاي بي ار دي مفروغ منها، الريزرفوار بريشر لما بيقل الكيرف ده بيتحرك بارلل معانا. الفي ال بي ده معتمد عليه حاجات كتير، التيوبنج هيب بريشر بقد ايه، الجاز ليكويد ريشيو بقد ايه، البي دبليو اف بقد ايه، الريت بقد ايه، كل الحاجات دي. وعند كل كونديشن ليه رسمه صح، ولكن الميثود 1 دي ان احنا بنقول انا عارف ان انا عندي تيوبنج هيب بريشر ب 100، طب من انت ال 100 ده لو ال 100 دول انت تكتب يوم 50 برميل يبقى البي دبليو اف بكذا، لو انت تكتب منهم 100 برميل يبقى البي دبليو اف بكذا، لو انت تكتب 200 برميل يبقى كل ده عند تيوبنج هيب ب 100، تيوبنج هيب بريشر ب 100. الطريقه بقى اللي هي ميثود 2 للفي ال بي ان انت بعيدا بقى عن ميثود 1 ان انت عندك اي بي ار صح، الاي بي ار ده منه عند كل برودكشن ريت اللي ب 50 واللي ب 100 وب 200 تقدر تعرف قيمه للبي دبليو اف، هي دي اللي هتخش تعمل عمليه عكسيه، تخش بيها جيلبرت وتشوف ساعتها التيوبنج هيب بريشر عامل ازاي، فترسم تيوبنج هيب بريشر كيرف لي ال في ال الفي ال بي حلو. وفي الكيس بتاعه ال 100 بي اس اي دخلنا كده قطعنا والله ده احنا عارفين كده ان الريت كذا، اطلع بقى من الكلام ده ان انت عندك تشوك سايز وات ايفر هو كام، كنا طلعناها 30 وشويه 30 وشويه كذا، نروح بقى للتشوك، التشوك اللي فاتح على 30 اهو فاتح بريت حلو قوي جايب. انت خلي بالك بقى من رسمه التشوك ده، انت لو قعدت تفتح في التشوك فولي اوبن وات ايفر انت عندك حته كده عمرك ما هتجيب اكتر منها، بعيدا بقى عن قصه الابسوليوت اوبن فلو، كل دي تفاصيل نفهمها من رسمه التيوبنج هيب بريشر مع رسمه الايه التشوك. التشوك لاين ده بقى عمال يتحرك خطوط كده بارلل كده بتخنق، عمال بتخنق لحد ما قفلت البير، مع كل تخنيقه بتغير التيوبنج هيب بريشر، وبالتالي رسمه الميثود 1 دي في ال بي تاني خالص وهكذا. ده الكونسبت اللي احنا مهم قوي نكون فاهمينه من ال سيشن دي، وعيد براحتك الكلام علشان تقدر ان انت تفهم. يبقى دي فتحة الربع انش، فتحة اقل من الربع انش هتلاقي ستريت لاين طالع عامل كده وهكذا، بس كده.
دي كورليشن تانية. المهم ان احنا نقدر نطلع بايه، نقدر نطلع بان التيوبينج هيد بريشر هو كونستانت في الكيو ات يعني فور انستنس عند كونديشنز معينة لل ال 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 بي وال سوري. فبنقول ان احنا عندنا التيوبينج هيد بريشر هو كونستانت مضروب في ال كيو و ال بيزد على كده عرفنا الستريت لاين. ولكن القصه دي كلها مربوطه بايه؟ مربوطه بالفلويد فلو فيلوسيتي. يعني فلو فيلوسيتي عامله ازاي؟ ان هي تكون اكتر من سرعه الصوت في الميديوم اللي احنا بنتكلم فيه. ولكن اكوردنج تو الايكويشن وعند الزيرو هيبقى البي دبليو اف التيوبنج هيد بريشر بزيرو لما كيو تبقى بزيرو، صح؟ ولكن ده مش حقيقي. ليه؟ ان اللي بيحصل ان انت لما بتقل السرعة بتاعت الفلو خالص فكل الامبريكال دي انابليكابل. فانت بتلاقي ان اللاين اللي احنا كنا بنرسمه ستريت لاين ده للفهم، مش عاوز تركز في كده ما تلخبطش نفسك. ستريت لاين اللي كنا بنلبسه بنرسمه بتاع التشوك ده اكشلي رايح كده لحد الفلو لاين بريشر. انت اصلا الخطوط عندك في شركتك ماشي على 200 بي اس اي، ازاي يعني التيوبنج بريشر هيبقى زيرو؟ هو بمتين. فانت هتقفل، هتعمل باك بريشر وهتقفل الابار، وقصة تانية مش هنخش فيها. حلو. وفي تفاصيل كتيرة جدا في المحاضرة تكنيكال مفروض ان هي تكون اتشرحت قبل كده، ولكن الحاجات دي انا بشوفها مهمة وبتأثر على المسائل. برضو هنمنشن سريعا ونتبقوا تقروها كويس، هي الستيبل والانستيبل فلو كونديشنز. ان رسمة الـ VLP عندنا، مش هقرأ كل الكلام ده، ولكن رسمة الـ VLP عندنا بص عاملة ازاي. في الغالب بيبقى سنة كده طالعة وعلامة صح كده، عاملة زي علامة الصح. خلينا الرسمة دي لذيذة، تبقى عاملة زي علامة الصح كده. طبعا انت هنا عندك الـ Productivity Index برقم معين فهي ستيبر. تخيل لو الـ Productivity Index عامل رقم كده، صح؟ عامل لك سلوب كده، ده قطع في نقطة هنا ونقطة هنا. الله، طب وكده هو الفلو هيبقى يعني الفلو هيحصل ايه؟ يعني انا هبقى ببروديوس بانهي ريت، الريت ده ولا الريت ده اللي هو الرسمه اللي عندنا. فبنرجع لنقطه الستيبل والانستيبل فلو او الانستيبل اكويليبريم. لو فاكرين في اعدادي لما كنا بنتكلم في الستيبل والانستيبل اكويليبريم، لو انا عندي كوره، الكوره دي على جبل من فوق، هل هي كده في حاله اكويليبريم؟ بس لو زقتها مش هتبقى في اكوليبريم، يبقى ده اسمه انستيبل اكوليبريم. بتلاقي الكره راحت وقع يمين الجبل او شمال الجبل. طب لو هي بقى في قعر حاجه كده، لا مهما حركتها الكره بتفضل في حاله اكوليبريم. تمام يا شباب. ارجع تاني اللي كنت بقوله، ان عندي انستيبل اكوليبريم اللي هو كيس او حاله فيها مثلا زي ما بنقول انا فوق جبل وحاطط كوره، لو زقتها يمين او شمال هي واقفه وساكنه وفي حاله اكوليبريم، لكن هتتحرك هتقع. لو العكس، لو انا في قعر حاجه او في واتيفر وحاطط كوره، حركتها يمين هتقوم راجعه للستيت بتاعتها، حركتها شمال هتقوم راجعه للستيت بتاعتها. وبالتالي بنقول ان احنا الفي ال بي برده هو في اوبريتنج بوينتس موجوده بس مش ستيبل. حلو. هنبدأ بالنقط الستيبل اللي هي النقطة اللي قطعة اللي هي دي الستيبل بوينت. لو الريت زاد عنها او قل هيرجع ليها. حلو الكلام ده عشان نفهم اللي بيحصل بقى في الحقيقة، انه عادي جدا ان الريت بيتغير يزيد او يقل. متأسف جدا يا شباب، هي الميتينجز بتيجي في اوقات ايه ما الواحد يكون مندمج. طيب احنا كنا بنقول ايه؟ احنا كنا بنتكلم على الستيبل والان ستيبل اكوليبريم. سريعا كده علشان بس السيشن ما تطولش مني، احنا كده بقالنا اوكي. فاحنا بنتكلم ان الستيبل اوبريشن دي اللي انا هرجع لها لما الريت يتغير، والانستيبل دي لما هيحصل اي تغيير مش هبقى واقف عند البرودكشن بوينت دي تاني. فخلينا نبقى في البوينت دي. بنقول ايه؟ بنقول ان احنا لما بنكون مثلا ادي الاوبريتنج بوينت بتاعتنا ده الفي ال بي، ده الاي بي ار، واحنا واخدين بالنا ان هو بتاع فوجل او فيتكوفيتش او وات ايفر. احنا بنقول ان مثلا البوينت دي
ايه اللي حصل؟ ان انت البرودكشن ريت زاد شويه، وات ايفر اللي حصل ايه يعني في الطبيعي يعني. فعند البرودكشن ريت ده انت بتقول ان انت هنا البي دبليو اف عندك بقت اعلى من ايه؟ من الريزرفوار بريشر، او من السبورتد بريشر اللي جاي من الريزرفوار عند الكونديشنز دي. فبيحصل ايه؟ طبيعي جدا ان الفرق ده بيخلي الفيد اللي جاي لك من الريزرفوار يقل، يعني الريزرفوار بيبدا ده هو مقابل بريشر اعلى من البريشر اللي هو عنده، فبيبدا ان هو يقلل الريت فيرجع تاني للكيس دي. طب لو حصل العكس، قلل الريت شويه، ده انت في سبورت بريشر جاي من الريزرفوار اعلى من اللي عند البي دبليو اف، فبيحصل ايه؟ ان بيديك فلو اكتر، فبترجع تاني عند الستيبل اوبريتنج بوينت او ايكوليبريم اللي بيبقى هنا. طب العكس بقى، لو بنقول ان احنا بننتج بالريت المعين ده وقمنا زدنا عليه شويه، انت عندك البريشر اللي جاي من الريزرفوار او البريشر اللي في الريزرفوار مقابل بريشر قليل خالص، فيقعد يزود الريت، يزوده لحد ما يوصل للايه؟ للنقطه دي. طب لو حصل وان هو قل شويه، ده انت كريزرفوار بريشر مقابل بريشر عالي جدا والريت قليل، فيحصل ايه؟ ان البريشر انت هتوقف الفيد، توقف في فيد لحد ما الريزرفوار ما يبقاش بينتج خالص. وفي الكيس دي انت عندك ان انت عند ريزرفوار بريشر او كونديشنز انت يعني انستيبل خالص، اقل حاجه، او ان انت لو قلت شويه في ريزرفوار بريشر الانتاج هيقف عندنا. وهنا كان الكلام عن الهيدنج. خليني هتقروا طبعا الكلام الثيوريتيكال ده، وهو كلام مهم جدا، هو الهيدنج. وبنتكلم ان احنا لما بنقفل التشوك ده يعني انت النهارده لما بتيجي بتخنق، البريشر ده بيعلى بس الريزرفوار لسه مش حاسس، فما عندكش مثلا باكر، فبيبدا الفلويدز تخش في الانيولس اللي هنا وتضغط الجاز اللي هنا، بعد كده بقى تبدا انستابيليتي بيريود بتعدي على الويل، وبعد كده يبدا لحد ما يبقى ستيبل، وبعد كده وهكذا. بس حلها انك تفتح التشوك نقراها ونركز فيها. الكلام بقى اخر حاجه هو الافكت بتاع الستاتيك بريشر على البرفورمانس اصلا بتاع الفي ال بي. المساله طويله مش بسيطه، ولكن الغرض اللي احنا عايزين نقوله ان احنا لما الريزرفوار بريشر بيقل اصلا البرفورمانس بتاع الفي ال بي بيتغير خالص، وهو ان احنا بنكون فاكرين طبعا الرسمه دي هنا الستاتيك بريشر، والرسمه دي بتاعت الابسوليوت اوبن فلو، وهنا التخنيقه اللي انت عاملها بتاعت النص تشوك دي كانت جايبه لك برودكشن ريت قد ايه، يعني لما كنت قافل ب 2500 دي طبعا اربع خمس مسائل في بعض، فانت لما كنت قافل بنص تشوك كنت بتنتج عند الريزرفوار بريشر 2500 كنت بتنتج ب 400 وهكذا. هو يعني الفكره ان هو انت هتفتكره ستيبر ديكلاين، ولكن هو عند الرينج اللي هو من 1700 1300 هتلاقي لا ده اللي تشينج رهيب. اللي عايزين نطلع منه بالكونسبت ان انت لما الريزرفوار بريشر بيقل مع الوقت، البرفورمانس كمان بتاع الفي ال بي بيتغير تماما غير ما انت بتكون متوقع، وبالتالي الفيوتشر بريدكشن بتاعه البرودكشن ريت عمرها ما هتقدر ان انت ترسم كده كيرف وتقول ده لما ب 1500 ده انا تقريبا هبقى بنتج لي بتاع 300 برميل. وبكده ان احنا نكون قلنا الكونسبت بتاعه المحاضره. خلينا برضو في مسألة عندنا في الشيء نبص عليها، وهي تأثير الفاريشن بتاع البرودكشن كونديشنز اللي عندنا. بيقول لك ايه؟ هو بيقول لك ان انت عندك انا اسف ان انا بجري، بس انا خايف يجي اي ميتنج او اي حاجة تاخدني من المحاضرة. فبنقول ان احنا عندنا ويل في ريزرفوار الدبث بتاعه عند 4000 وبينتج من 2 و3 اتمان تيوبنج، الاستاتيك بريشر 1500، البرودكتيفيتي اندكس عندنا، وان هو مخنق ب 24 تشوك سايز، يعني 64 انش. هو بيقول لك ايه هو البرودكشن ريت لما يكون بينتج لمده 22 ساعه بجاز ليكويد ريشيو 0.1، والمدة ساعتين بجاز ليكويد ريشيو 2 ام كيوبيك فيت.
يعني 2000 كيوبيك فيت بير بارل. متخيل الفرق؟ قعد 22 ساعه بينتج بجاز ليكويد ريشيو قليله، وقعد له ساعتين بينتج ايه؟ بجاز ليكويد ريشيو عالي، وكنا مخنقين بكذا والستاتيك بريشر بكذا وهكذا. وبيقول لك what would be the production rate او gas production rate if the well produced production rate، لو كان بي produce steadily بنفس الجاز ليكويد ريشيو اللي طلعت لنا في اليوم ده كله، هنفهم واحنا ايه بنحل. فهنبدا الاول نرسم ال VLP بتاعنا عند جاز ليكويد ريشيو 0.1 وعند جاز ليكويد ريشيو بي 2. حلو، الموضوع بسيط. جيلبرت ميثود 2، بنجيب التيوبنج هيد بريشرز بتاعتنا، مركزين لما كان الجاز ليكويد ريشيو قليله كان ده التيوبنج هيد بريشر، ولما كانت جاز ليكويد ريشيو عاليه ده تيوبنج هيد بريشر. عارفين هنعملها ازاي على جيلبرت. وادي الرسومات بتاعنا. هنرسم ال تشوك سايز اللي هو بتاع التخنيقه اللي عندنا اللي هو كام، اللي هو الربع. حلو، هنا هو طبعا انت هيبقى عندك 2 تشوك سايز. ليه؟ لان كل واحد بار مختلفه، مره دي الايكويشن بتاعته ومره دي الايكويشن بتاعته. فهتيجي تجيب الريت اللي كان هنا لما كان دي التخنيقه اللي هي احنا كنا بنقول نص، ولا كان التشوك سايز 24. بص تشوك سايز كام؟ 24 اهو، 24 مره عرضنا بال 0.1 في المعادله ومره بايه؟ بال 2. مهم نكون فاهمين الاكزامبل. الويل ده الكونديشن بتاعه الاستاتيك بريشر، ادي الاي بي ار. عملنا ميثود 2 لما كان بالجاز ليكويد ريشيو اللي هي 2، ولما كان بالجاز ليكويد ريشيو اللي هي 0.1، وقمنا رسمين اللي تشوف بيرفورمانس لما كان الجاز ليكويد ريشيو بكذا ولما كانت الجاز ليكويد ريشيو بايه بكذا، وقمنا قاطعينهم كل كونديشن بالكونديشن بتاعتها. فقطع في ال 0.1 عند 230، وعند ال A2 M قطع في 295. وطبعا احنا فاهمين كويس ان كل كونديشن ليها ال VLP بتاعها اللي هو من ال PWF، بس دي مش قصتنا، احنا مستخدمين ميثود 2. اللي عايزين نقوله ايه؟ لما هو قعد المفروض ان هو لو كان بينتج ال 24 ساعة بالكونديشن دي كان هيجيب له 230 برميل. لو كان قاعد ال 24 ساعة بينتج بال 2 ام كيوبك فيت بير داي كان هينتج ال 300 برميل او ال 295 برميل. فاحنا بنقول ان هو قعد له 22 ساعة بينتج كده وساعتين بينتج كده، فخلاص يعني الموضوع نسبة وتناسب. ال 230 في 22 ساعة من ال 24 ساعة، و 295 في الساعتين من ال 24 ساعة، يبقى اصلا البير في اليوم كله جاب له 236 ايه برميل. طيب من المعلومات اللي عندنا دي عايزين نعمل بقى الموضوع بصورة معكوسة. يعني هنشوف الانتاج بتاع البير ده لو كان ستيدي، لو كان بجاز ليكويد ريشيو ثابتة، كان هيبقى بيجيب كام. حلوة قوي. هنقول ان احنا عندنا ال 230 برميل لما كان الثواني المية دي بقى جاية منين؟ جاية من الجاز ليكويد ريشيو. يبقى احنا بنجيب كام ستاندرد كيوبيك فيت طلعوا وبنضربهم في نسبتهم 22 ساعة من ال 24. يعني انا بقول ان انا طلعت كام ستاندرد كيوبيك فيت في اليوم كله. يبقى لما كنت انتجت 22 ساعة جبت 230 برميل، اضربهم بقى في الريشيو. يبقى انت كمية الجاز في ال 22 ساعة دول كانوا كذا، وفي الساعتين كمية الجاز كانوا كذا، يبقى كمية الجاز اللي انت طلعتها كانت كام؟ الرقم الحلو ده. تروح قاسم الرقم ده على انت اصلا جبت كام برميل في اليوم، فتقسم يبقى الجاز تو ليكويد ريشيو يطلع لك بحوالي 300 ستاندرد كيوبيك فيت بير بارل. تخش تعمل ايه؟ تحسب الموضوع تاني بجاز ليكويد ريشيو 300، وتشوف الانتاج طبعا بتاعك. تروح تعمل اللي تشوك بيرفورمانس، ترسم التيوبنج هيد بريشر وتقطعهم مع بعض، يطلع لك الانتاج كام؟ 290 برميل في اليوم. ده نوصل منه بايه؟ ان انا بقى اقعد ساعتين بنتج بجاز ليكويد ريشيو، ولا مخنق لك تخنيقه تنتج بريشيو تانيه، ولا واتيفر، ده هيأثر لك على البرفورمانس بتاعك وفي عدد الريكفري من الاويل اللي بتجيبه. فلما كن
انتجنا نفس كميه الغاز ونفس كميه بالنسبه لكميه الزيت دي، ودخلنا حسبنا احنا كنا المفروض نجيب كام، لقينا ان احنا كنا هنجيب اكتر. انت جبت 290 برميل بدل ما كنت جايب 205 ولا 200 وكام، 236 برميل. يبقى كل ما كانت الكونديشنز ستيبل كل ما كان هقدر ريكفر فوليومز او ريتس احسن من الريزرفوار او من الويل بتاعي. فبنقول ذا ويل ويل مينتين ا هاير فلو ريت اندر ستيدي كونديشنز rather than a varying gas liquid ratio values. مهم قوي ان احنا نسمع الكلام ده تاني وان احنا نحل الامثله دي بايدينا، ان احنا نطلع الايه الريزلتس دي ونفهم الايديا بيهايند الريزلتس دي. واتمنى ان انا اكون وضحت لكم التشوك بطريقه مبسطه، وان شاء الله لو كانت حاجه صعبه ممكن ان احنا نسمعها مره تانية. شكرا.